أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تعلمون ما يحدث الآن من غلاء في الأسعار واحتباس للأمطار، وأخيرا هذا المرض الذي اجتاح الطيور، فهل من كلمة تذكرون بها الغافل وتنصحون بها الأمة؟ بلا شك أن هذه عقوبات من الله ونذر، يجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يصلحوا أمورهم، لأنهم ما أصابتهم هذه الأمور إلا بسبب ذنوبهم، ويخشى أن يصيبهم أكثر من هذا، لكن الله جل وعلا ينبههم بهذه الأمور وهذه المبادئ لأجل أن يتوبوا إلى الله ويصلحوا أمورهم. كل عليه واجب الإصلاح، في بيتك واجب عليك الإصلاح، في بلدك مع جيرانك مع ولي الأمر واجب عليه الإصلاح، العلماء واجب عليهم الإصلاح، المسلمون بينهم كل واجب عليه من الإصلاح ما يستطيع. فلا تلقوا باللائمة على غيركم، بل أنتم أصلحوا واسعوا في الإصلاح والنصيحة والموعظة، تذكير الناس.